ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان مرة ثانية؟ نعم، إذا دخل الرجل وزوجته الجنة فهي زوجته لا تتعدى، وهو أيضا لا يتعداها إلا فيما أعطاه الله تعالى من الحور العين أو من نساء الجنة التي ليس لهن أزواج في الدنيا. وإذا كان للمرأة زوجان ودخل الجنة فإنها تخير بينهما، فمن اختارت فهو زوجها. وفي الحديث أنها تختار أحسنهما خلقا. نعم، جزاكم الله خيرا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.